واش الجارات واش المغاربه، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتعرفوا نهضروا على مقابله ديال الرجاء الرياضي والسوالم اللي خسرنا فيها اليوم، خساره غير متوقعه صراحه. حقا فينا الحال اننا الخساره داينا في الصداره بعد فوز مطاردين اللي هو الجيش الملكي وبركان وباقي الفرق المطارده لطنجة، فرق كامل اللي مطاردين الرجاء. يعني للاسف داينا الصداره كارثه ديال السابقه فينا الحال. برشيد العام اللي فات ما خسرنا فيها شي مقابله، وهاد العام كانت كارثيه بعد اول مقابله ديال المدرب ما عرفناش السبب. قبل ما نهضروا على اللاعبين غنهضروا على التنظيم الكارثي اللي صراحه ما عجبنيش الحال. فوالا هاي الورقه قطعناها ب 100 درهم، فهمتي ولا لا؟ ورقه 100 درهم وما دخلناش بها. علاش دخلنا بلا ورقه؟ للاسف الشديد وانه كنشوفوا التنظيم الكارثي، ودوك اللي كانوا في الباب قلت لكم غنجي نهضر على هذا البلان وغتشوفونا. حتى كتفرج فيا دابا اش كيف دخلش كاين داري ما دخلوش وبقى فيا الحال. داري كانوا غاديين كيهضر على هذا البلان، تلاقاو معايا كيهضر على هذا الشيء، راه حنا بوراقينا وما دخلناش. اوكي سمعتيني ولا لا؟ غادي من جهه غادي نهضروا على هذا البلان هذا. كيف واحد الديكور ما عجبنيش، تخيل معنا واقف كنهضر مع السيد كنهضر معاه علاش هادي من هنا من هنا حشومه داري بوراقي مقطعين تريبين هادي علاش ما يدخلوش تيران عامر اذا كتخليو بنادم يدخل؟ قال لي لا، وهذا وقع قدامي ديكور قدامي. تخيل معايا صاحبي واحد حل شويه ويقول لي راه بابا ويقول لي خليهم يدخلوا، باهم سلطه ولا دخلوا ما يدخلوا ولا تبعهم تبعتهم خليهم دخلوا هما ويحبسني انا داك اللي كاين في الباب. حبسني ما بغيتش دابا نعطاكي حيت دخلني من بعد. اوكي ولكن الديكور اللي دار ما عجبنيش. ولا قلت لي علاش انا عندي الورقه ديالي؟ قال لي لا. قلت لي علاش خليتش هذوك دخلوا ما عندهمش وراقي؟ قلت لكم غنجيو غنهضر على هذا البلان. كنتمنى انكم تقادوا الامور ديالكم وتعاونوا الدراري كاملين اللي عندهم وراقيهم يدخلوا، واللي ما عندوش ورقه ديالهم ما يدخلش، يدخلوا صحاب الوراقي هما الاولين. هذه من جهه. من جهه اخرى الكارثه ديال بصح انه اللاعبين اليوم ما عرفتش انا مالهم. انا زنيت يا خويا عينا من نخطي وعليك عينا من بزاف الحوايج، عينا من نقولوا اناس، ولكن اخويا راه اصبحت كارثي. انا ما بقيتش الصمام الامان عندنا صاحبي، اللغه العربيه غتمشي لينا معاك اناس. راه الصمام الامان اخويا انت كنجي، راه ما بقى يجيش هذا الشيء. اخ تخيل معايا في الدفاع اصاحبي اهداف كارثيه. البيت الاول اصاحبي انه بوزوك يهز لينا في رجليه دالي كره يعني في ميليو تيران يعني وماركي عليك بهذيك الطريقه الزنيجي غير غطى عليك بوزوك انه مشات ليه ديك الكره. ولكن انت كنتي خارج واحد شويه وهاد الخروج ديالك اصاحبي ديما خارج علينا اخويا انس. هذه من جهه ما بقيتيش كتعاوننا ديال بصح، انظر معاك فيق واحد شويه انس، فيق اصاحبي شوف مالك، ريح مع راسك خود عطله ارتاح شوف شنو كاين. راه شي حاجه ما هياش انس، شي حاجه ما هياش عندك، ناقش معاك بحال خوك، شي حاجه عندك ما هياش، ريح مع راسك خود لك اصاحبي شي عطله، شوف لك شي بسيكو شي حاجه، عرف من كاين المشكل. انت الكاليتي راه باقا ولكن شنو واقع لك؟ راه ما بقيتيش كتقرا البالون، راه ما بقيتيش البوزيسيون ديال الكادر عندك ما كايناش، راه البوزيسيون ديال الوقوف ديالك ما كايناش، راه بزاف د الحوايج اصاحبي. راه ماشي هذاك انس اللي كنعرفو حاليا، راه ما يمكنش وما كاينش الديفونس مليح ولا ميليو تيران مليح اللي غيحميك، ما كاينش يعني كلشي معول عليك انت. يعني الا مشات هذا وقع الغلط انت اللي غتحمل المسؤوليه، ها هو بوزوق ضيع في الميليو تيران وانت اللي غتحمل المسؤوليه دابا في البيت. هادي من جهه. من جهه اخرى بوركسوج، واش انت يا صاحبي عطيه لي سباس ديال البيت الثاني ديال الرباع ديالهم؟ انت عطيه لي سباس كتقول لي خود سير اخويا فوندي وغنعاودو عاوتاني دخل اخويا على خاطرو. انت ديك الساعه ديال لافو تما دير شي حاجه بوركسوج، دخل على خاطرو ضرب علينا ديك الكره وانس لونغ الفيرمي صاحبي بروميير بوطو ديالك انس وتمارك عليك بهذيك الطريقه هنا في قتلتيني انا. نغطي عليك في البيت الاول بوزوق ضيع في ميليو تيران البيت الثاني ديالك الا ما كنتيش غتحمينا انس بحال هكذا وشنو؟ تبقاو تسناو انس شي شد بايد برجلو ولعبوه وفيق معنا واحد شويه بالعمري ما يلعبش 90 دقيقة بالعمري، جاي عامر من المنتخب جوج وديات لعبهم 90 دقيقة ما يمكنش اصاحبي، ضروري خصو دوبلور ديالو. غياب بعدي غياب معموري غياب النجاري غياب عمامو علاش ما عرفناش؟ عطيونا خويا شي اصابات، عطيونا شي تشخيص، عطيونا شي حاجة احاطة طبية نشوفوه. مدرب كارثة في التسيير اليوم، ربح بواحد زيرو ورجع شي اللور
واش راجع للارض تسوالم؟ واش بغات تسطيني؟ واش بغات تحمقني؟ انا السوالم اصاحبي وهي ربحاتنا بونيكيب، ولكن ما ترجعش ليا اللور بواحد زيرو يا خويا. الراجع 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 جابت العصبه وبطولات باش غير كتماركي وكتبقى شاده الفراقي، كتماركي وكتبقى شاده الفراقي، كتبقى تضحك عليه مع الواحد هاد الثاني هاد الثالث الرابع وحنا زاعين. واش انت ماركي جابيتو راجع ليا اللور؟ وجد سان داونز بغات دير ليا بحال هكذا، وجد لي فارنار ثلاث غدير ليا بحال هكذا، واش باغي تحمقني ولا مالك؟ تفيق معنا واحد شوي جلسوا مع هاد السيد قول لي شنو واقع. اه مدرب سيره ذاتيه كبيره هضرنا عليه، ولكن انا اليوم كاين شفت السيد حيت شي بوده. واش حيت شي بوده؟ واش بغا تحمقني انت؟ علاش حيت شي بوده صح؟ وانت بوده ميليو تيرير كان واقف لك مزيان، هو كان والسوالم كالتك في الشوط الاول في الميليو تيرات، والميليو تيرير اللي مشى تعمر الراجل كيكرفسوك انت كالوك صح كالوك، وحيتي لي بوده ودخلتي الفيردو هذاك فيردوسي هزني فيك السما هبط كواريك واحد شويه. اش هاد كواري يا صاحبي؟ اش هاد كواري؟ فيق نهضر معاك انت، اش هاد كواري يا فردوسي؟ واش انت يا صاحبي راه واحد كنهضر معاك دابا بحال خوك صاحبي، ارتاح واحد شويه. واش كزافي؟ تعرف كيفاش كتلعب صاحبي؟ انت كتلعب تايق صاحبي، دابا تايق وكورتك ما تايقاش، دابا انت تايق وكورتك والله ما تايقه فيك. راه داك الشيء اللي كتبغي دير بالعياقه ديالك والبروفيل ديالك والله ما هو اللي كيطبق. والله تمشاو لك كاملين كاع الكواري مشاو، والله خويا تمشاو لك كواري كاملين. راه حنا كنت هادشي كنقول لك راه مريح والجمهور نفس الراي، على كان شي جمهور اخر ما عرفتش هنا كوك ديلي كاش معاهم في التيره والله ما كنعرف شي واحد. هذاك الشيء اللي كيتجكال الفردوسي كلشي كيتعاقدك، كلشي كيقول باقي ما جيتيش، كلشي كيقول اش هاد الكواري الميلو تيرا الخاوي اللي كتدخل انت. هذا هو الكارثه اللي دار المدرب، رجع اللور بعد ماركابيتش، ملي ماركابيتش رجع اللور وزيد على الفردوسي في بلاصه بوده. فهمتيني؟ عرفتي علاش بلاصه بوده؟ حيت هو حيد لك بوغرين، شو الحماق حيد بوغرين ورجع الزروني ميلي اوفونسيف، وتخيل معايا الزروني غيصنع لك ولا نفاتو ولا ما يمكنش اصاحبي. هو تا بوغرين عندو واحد السن كيسالي، تا هو كيسالي اصاحبي، كونديسيون فيزيك ما كايناش، خصك تشدو تبقى تقيد فيه تبقى تعطيه الودنين. بوغرين تا تريني على لاكور، بوغرين كورتك زوينه ولكن والله ما متريني اخويا، والله ما متريني. يقول لك فاس الدراري ما تحاكوش معنا في الاخر ديال العام، الله يرحم ليكم الوالدين، ما تحاكوش معنا صاحبي غير ولاو في شي كارثه صاحبي ما كايناش. فيقوا معنا والله ما دابا الدراري، اللهم دابا اللهم دابا نهضروا دابا كنتعاقدوا على هذا الماتش. انا رضيت شي واحد يعايركم، هو واحد الزرون هذاك اللي عارف التيره راه عذبناه، فهمتيني؟ راه عذبناه. وشفت هذيك اللقطه اللي درتي ديال انا سرتوني راه ما لقطه ما والو، تا واش حنايا العلاقه كنبانو مع السوالم وتقول لي سرتوني زروني؟ انا كاع اللي كيجري كيسرتوني. لا ماشي نوفل الله يرحم الوالدين، تا كواري مزيان ولكن داك اللقطه ما نديرهاش ما نديرهاش صافي ساليشي. تو واحد فيكم ما جا، انت ما جيتيش جا الزرهوني دار بصح، وباقي ما جيتيش دار بصح باقي دايخ الزرهون، ما بقاي ما بقايش كتعاوننا من غير بيد العصب، ما بقايش كتعاوننا. اما الزيري بوزوق كلشي كينتقد كلشي كيتبرى منك، سمع كلشي كيتبرى منك هذاك النفس ديالك، وما تبغى دير فيها كاريزما وما تبغى دير فيها دوسويسكي وما شنو هو وباغي تفرض علينا. مي شو اللي دار ستار صاحبي؟ كان كيدوس كيضحك مع الجمهور، كان التعصب كيماركي انت صاحبي راه ما كتجيش بعض المرات. اه بيتر كتصنع لعيبات اه، ولكن بعض المرات ما كتجيش. وخرج اخويا واش ما بغيتش تخرج؟ ما تبقى تلعب 90 دقيقه واخا تكون ناقص. تخيل اليوم شحال هاد الكواري مشاو لك وما كديفونديش كتعاون، لا يعقل اصاحبي لا يعقل. كلشي كيتشكى منك اقسم لك بالله، شي شجرات واخا تكون ضرب 20 بيت 80 بيت وحق قربهم تعجبهم في البيرسوناليتي ديالك ولا شي صوتو فيك. نقول لك من هنا تخيل هذا السوالم قبيله بنادم ما حبسناه، اما راه كان بغي بنادم بغي يبدا يرون هذا الماتش نهار الثلاثاء ضد الجيش. مدرب دخلتي ليا حسين السوسي حيت شي بوغري اللي غيعطيهم، وشكون غيعطي جوج تسعودات؟ ما يمكنش على تسير اصاحبي، ما يمكنش اصاحبي. خوك داز كواري على عيننا وراسنا باش تقول لي لعب بسميتو ولا اما لا كواري مرحبا بك. سلام عليكم دراري، اليوم كنتو كارثه ديال بصح، السير ديال المدرب كان كارثه، ولكن هادشي ما يخليناش اننا نبداو نعيرو ولا نبداو نريبو الخدمه ونهرسو الفرقه. لا خسرنا جماعة ديبار وعاودنا دينا الصداره،
دابا غلطنا وغلطتوا اليوم كنتو كارثيين، كنتو كارثيين ديال بصح. شي واحد فيكم ما جا السوالة مكالتنا ميلو تيران كيفاش كيتحولوا، تخيل ما الا بحب واحد زيرو حنا راجعين اللور والسوال ماشي شنو طن طن طرنن طن، حتى باش يطلع لك الانسولين صاحبي غيطلع لك شي حاجه ديال اكثر من الانسولين. الجمهور كي سيبورت ولكن كيريش اليوم صح، اش بغي شي واحد ناس صاحبي، بغينا نربحوا السوال من الويكاند يدوز زوين بالصداره، وخلي لي اللي بغى يربح يربح وحالته هاله، جيب شويه لينا كلاس دوز قبل الكلاسيكو حل شو ولا شك حل جواب روان شو الوقت. ها نقول لك شي الخساره هذه كارثيه والله كارثيه، ولكن بلاد ما ينقص شويه، عندنا ماتش نهار 3 ضد لي فار بلاد ما ينقص واحد شويه في خرج هذاك اللي غيبدا يهرس في الفرقه بالهاني انا تيسا بس واحد شويه كالمه. خسرنا عاده السوالم خساره وارده السي محمد، هادو هما اللي داو الدوبل العام اللي فاش بدون خساره، عندنا كاليتي ما عندنا الزرقين غير اليوم ما جاوش غير اليوم كانوا كارثيين، ولكن غيترجلوا معنا ضد لي فار اليوم عذبناكم ونقينا لكم ودنيكم جيبوا معنا راسكم الزنيجي قلنا لك فيق معنا واحد شويه بولكسوتش العمري بعمر هذيك تقولي يا خويا حيده حتى واش تثقيل حتى تثقيل وخفيف تثقيل حتى الصانداوز اش غنشدوا فيهم طريو طريو ركي طيروا الصانداوز صاحبي وفيقوا معنا واحد شويه صاحبي بعمر كويري في رجلك هضرنا عليك وكي واحد تقول يا ميشيا ميلو تير الفردوسي هبط الريش هبط واحد شويه خويا هبط 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 اخويا هبط بو دار مزيان 90 دقيقه ديالو بوغرين سيترين على راسك اخويا وليت لعب 90 دقيقه بوزوق ماشي ضروري تدخل تيتيلير نهار ما تكونش في الماتش ولا شي حاجه تعلم تخرج الزرهوني بقى جاوب مع الجمهور فهمتيني ولا لا ولي السالي زتوني ويتقاتل اللي راه جمهور غيسيبورتي. ونتمنى تكونوا معنا رجالو ميساج وصلوا هادشي اللي كاين ديما راجا